بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنقبل الله بين آيات السلاشة يكو سورة المؤمنون إلى آخر السورة إن شاء الله تعالى آياته هو روحي أهاي وحال سؤالي ذاتك المشركين تيقال ذاها صفة فعل ويرميسيهن كل ذاتك ورداني صفة فعل صفة ذات بين الرميسين الأولوية يين أقولين إن إلهي كلي أقادر يهي كلي واحد يهي ما أقولتها لكن وحي أقولهن إلهي إنه خالق يهي وحد له وحنا له وحرزاقه يأقلهن مركا كل وحي كجود الجباب مركا إلا ويديين والمن بيده ملكوت كل شيء شيء الأرك كل ملك جيس يتصرف كيس ياله وهو يجير يسوح بدبادية ولا يجار عليه سقى وحلق بدبادينين إن كنتم تعلمون هذا وحقرنا إنسان سيقولون وحيده لله حكم كاسورا الله سبحانه والفان تسحرون إذا الذين سروا عقل الذين كقاضي بل أتيناهم بالحق بأن أولنمت وإنهم يقولون لكاذبون بين الليالوي وحن الشيقانيان ما اتخذ الله ألا ما سميسان من ولد وعرورة وما كان معه معه ألم يعيش من إله وإله نأليه سماها إذن هذه إله كلا لتشوق لها لذهب ولتق لها كل إله إله والبعض بما خلق وحو أبو ري وقبل قوني اسكدق لها وعلى على بعضهم قاركود ويخقال ابن قول لها على بعض قارك كلي سبحان الله الله بأن الزهن عما كي يصفون أي شيء وحن التلمام يصفض واتلمان الليه عالم الغيب وحمقا يوش هذا واحد شو قبقا وحينهم مغضي وحين قمقا فتعالى الله وكسر ريا عما كي يشركون أي شرك له الله سبحانه وتعالى وحيد الله الممله معيسا إله ما تشوه هدي إله لا تشوق لها إله هو اللي يقولون بوبح لها ويعلو بالله إن إله هو اللي بنتو قبل قوني يسكدقو يوهل كاتشوق لها مركع عجزي قوضا موقلها هذا يسخب صدان هذي متكوض وحو الضانو وفلو ككلا نوفلو يكاو عاجز لأنه مدو كبحي هذي اللي بدا بوحو الضانو وفلو وينا اللي بدو دو بإله نمدو كبحي مركع هذي اللي بإله تشوقان إنا إسا يستان بان أرك لهاين سمدي أرضادو وفساد لهاين هذا وينو أرقنا سمدي أرضادو والنظام عجيب يكون سعودان marka allah kali guway waxay sheegayaan gaaladuna waa been ma taxada allah allah ma sabaysan min walid wax walada wama kana ma aha maahu alam iisa min ilaahin ilaah miisa ma aha idan hadii ilaah miisa ahaan laha la dahaba uu la tagi laha kullu ilaahin ilaah walba bima khalaqu fa abura gobol gooni intu la dago iyo culoobi lahayn isku duuli lahayeen wala ala uu ka qaalib noqon laha badhum qarkood ala badhum hadii ma aragno wax isaysa wali ma aragno subhanallah الله باهوفا عما كي يصفون أي شيء يان وتلماما يان الله باكوفا إن إله كالتيرو إن وحكا للا عابده إنو الله الملايه ووحبا كالتيرو واي الليه عالم الغيب والشهادة وحا موغضو إنو إنو أرقنو إي وحا إنا قمقا لبدا بأقاء وحا إنا قمقا إنان أرق إي وحا موغضو لبدا با فتعالى الله وكسر ريا عما كي يشركون أي أشركيلا إله الشيء مدها إنه وحي كسو دكتي على المشركين يأسلام تالوشي ذا ماها إله وحا إنه قنية إله هو مقعنا كلا بركي عربي قال لي إله شاي كسو عبادة ألا ليه اللي قب قاري له مقع إله مقاضنية ولو إله بيه لكم مقع عابد روح عابد إياه قيت كهداد عابده إله هو نقنية حق اللغضة قلوا حاتنا الرب ربك يوم إما تريني هداد إتوسيسه ما يعدون وحي الله بل قاده عذابه ربي ربي غيو فلا تجعلني هيجيل في القول قومك الظالمين الظالمين تها نبي الله محمد ربي غو كبريين او دهه لا يري سدا دهه با لا يري الله يو هداد غو جوغا دغتو او عذابك كو دحو انو لا جوغا الا وهي غو دخدر نبي الله محمد مركي ان لو دخدر ان وا هبال او وا معصوم لكن ادونمديس موجنيا او انه ادون الله يحيى يموجنيا وانا أدون الله وين بالمتى منك لو صلي أو كله إنه أدون الله يهاي بيموجنيسا هو حوي دم باللقد دافو اللقد دعية النبي كمالها بركان النبي كمال كله إله هو يقول دارين وهو بالين اللقد دارين وما نصوب هذا هو معصوم لكن أدون نمدي شو موجنيا إنه أدون يهاي وإن إله هاي بودتك أشيء قل وحاتنا ربي ربي جاوم
إما تريني هداد تسيسه ما يعدون وحي الله يبوهي عذاب رب رب قالوا فلا تجعلني هايقيل في القوم القوم كالظالمين والظالمين إله يقول نحضره الله كما نحضره يا نبي الله محمد أدون نمذي بناك صادقية وهو قال لي وإن أنه ألا أن نريك إنا كتسنه ما نعده محانو بلقان القادرون وان أودنا أبو الله إلي سبحانه وتعالى إنا نقوم بشو كاردقنه وأدو تشوغو آد عيل بحضو إنت عقابتو كل عضو وان أود أبو الله إلي سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى مشركين تي النبي قال لي تشوكتي عذاب كي قود وكدب دقي لكن والغا أتكادا يو دقال بالغو قادو والغا أتكادا يو عذاب بيكون نغطة إيا وارتي كل عضو إيو عذاب بكل عضو لكن عذاب دبر قوي كمدعين وإنا نقبو ألا إلي سبحانه وتعالى على أن نريك إنا كنتو سنه ما نعيدهم وحان أبا لنقادنا إلا قادرون وأود نابود إنا عقابتي أواجبتي أن كرهد أذوتشو وأضعي البحضة أود بانو ليه لكن الله سبحانه وتعالى عقاب قود أو بابي إسا كمرهد لكن عقاب كانوا كرهد أيو أبار إيا إسكهرمات إيا مركي دنبو لقبا أتخاذي ما إدفع كهرقه بالذي صفاتي هي يدو أحسن في عنايد السيئة حمانة كهرقه نحن أنك أعلم بما يصفون وحي تلماما أنك أعلم ألا ليه سبحانه وتعالى نبي قوح الأمر يا نقوانات وحاولي مركي مكالة شوقي ومسلمين تأين التبر لهين يسيدني أهين مركي دنبئ إسلام كحوقي سي قال الله دل قادن ماي لكن إسلام كالنقن كالنحدي سواسنا هدو روح جاهل أمر روح أنقيم اللهين حمانك ولي ماده وناك قابل مر والخير الله كسي يقول ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميمة مركات فوحي حمانة كوكسة ما يوحفي عالكور قيسة صاحبه كل النقر وبا إسلي يابي با إسلي يابي, إسلي يابي. مركا وحن هدين لقوية لهذا وحفي عالكور قيسة أو أسيقو هذا الحن هكور قيسة أضوها عيد خمد أفكار حمانة كيلالي شيخ ما ديه تري أول لسانك على الخير وديه تري أول لسانك على الخير هوين كوكالي naagal lama dhihi karo dhihi jiray markuu naagaha ka anayeen isagu xarab kuma dhufan jirine nunka iska ilaali bu ku dhihi jiray waa hooyooyin dhabo dhihi jiray macnaa uu isaanaq ala khayr way hadalkaaga waxaad uga caada dhigta carabka wax wanaagsan marka aad dhimanayso haday wax wanaagsan aad carabka uga caada dhigto adoo sidii lahum baad dhimanaysa wax wanaagsan ku hadlay marka la leeyahay xumaanta wanaag ku horgeey intii makkah la joogay way markii makkah laga yimid oo islaamku xoogaysay قالت الله دل قادر ماي لكن الإسلام كل حديثة دقك أو كوضة نقمية ادفع كهرقه بالتي خسلتي هي يدو حسن في عنايد السيئة حمان ودي حمان لقو سمي أفك لقا قسمي وحوي وناك كلاها دلو روح واني يوم ورلاه كياب كله إنه الصومالي ده دينو نهي أف الصومالي هو لغة عربية وان الدين ولغة دينه شنط كلمة الصومالي هو روح كشه كين مدبع دينه ورلاه كياب وربانتي اسكده ورتيلاس ورزق فر الله يسوع وحاول ما يرنبا كتيرة سؤال ذي نقعد بيوفي عنه الله وحليه نحن أن نعلمك بما يصفون وحي شيء جان أنا أقول كعب المرينة أدقول ذل قاضع وقولوا حاتنا رب رب غيوم أعود وأن مجن قلي بك أدق منها مزاتي الشياطين شياطين توسواس كولا يعني كان كان مجن قلي وأعود بك وحن كان مجن قلي رب رب غيوم أن يحضروني إن يسوع حضران أمور تيده ay soo xadiraan nabiga waxa lagu dhigay sheeydaan baan ka magan gali dhe waswaas ama siyaadku waa waswaas kintu qalbiga galo digriga alla ka mashquuliyo way a'uudhu bi kalimaati illahi taamati min ghadabihi wa iqaabihi wa sharri ibadihi wa minha mazati shayatin wa an yahdurun yunabi ku wardi jiray oo u dhigi jiray sidaas u dhigi jiray sheeydaanka waswaaskiisu waswaasku farabadan yahay kan waxa weeyo intu qalbigaaga galo yudigriga alla ka mashquulina waxyaabo kale kugu mashquulin waxa kale oo ka magan gashaa inay ku yimaadaan umurtaada markaad wax cunayso markaad reerkaaga la joogto markaad wax gowracayso markaad shir joogto umurtaada oo dhanba inay soo xadiraan alla ka wan galbaa nabaga lugu shaqabigiisa waa sheeydaan oo dhan in alla ka nabad galiyo sheeydaan ku sheeydaan maroolu waa iska celin kartaa sheeydaan maroolu waa dadka sheeydaanta noqday waxa celin kartaa ka laakiin sheeydaan qarsoonaha inaad alla ka magan gasho mooyada ma aragtid ulkuma dhufan kartid alla uu ka magan gal markaa sheeydaan qarsoona waqul waxa tidaa rabbi rabbigay wa'uudu bika wa ku magan gali minha mazati shayadini sheeydaamada waswaaskooda qalbiga gala
وأعوذ بك أذيكا كما قال رب ربك يوم أن يحضروني إن يسوى حضرا على أموري كلها انتظر يا عبيد دايدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أفعر بكلها أنا أصمال ما كنت شيئا مركا عنا عنا إيسان شيدان بهرت إيماني بس إنك أوقفتها مركا إنت يري إذن كدع له شيدان كهود دينين إنت هتغادان وصخة كب إيسان عنا إنت كوها دينا ويالك مركا عنتان إنت مروكتا أنا كمروكتا بركا دي ميلي اللي شفتا لقران ماي وكان النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا جاء مركو إيماده حتى ذو ماشي هري دارن تهايو كوي حق الديدي إيه حق اللقو كريواي حتى إذا جاء مركو إيماد أحدهم يتكون الموت قيرده قال وحولي ربي ربي ارجعوني إعلي لعلي وحانود وهي أعمل إنا نعمل فلو صالحا عمل وناكسا فيما تركت وحي أنكتك يوضع عدي التوحيد أنكتك إنا وناجيا صورة قاله ألا حولك الله مي ميا صورة قال ماها كلا هذا فد عبال ليلة إنت أول كومتك تكلا مركا إنت بدا وارد ميوي كلا إنها كلمة ذاسي كلمة كلمة ويهو قالوا إسكيري أنقيمة لهاي ومن ورائهم دبضوضان وحا وكهر رأي من ورائهم توحا لقوضا وقت كدن بيو يكسي السعودان ومن ورائهم هرطوضان واليري ورائهم قداش وضا وحا برزق الحجاب باع إلى يوم مال يبعثون الله صبحين ذاتك حق لقوك رواي الشيخ مركي النفط قبطه موتك ويما يقول نفط كجرته يا ملائكة عذاب كبائما وهلك نسيو تاج ملائكة الرحمة إن هلك نسيو تاج نورك أقفك ممك مرت ملائكة الرحمة أركو إله نفته درب إجا قاد بوده هلك هسي كفن كلا فديا ملك ملك موت كل نفته كقاد يكلم وريج مركابة مرك هسي كر ولاك سما ولا بوحيدي وروح نسيد نود جون وامح كروح يهبلها مرك ماشي قال له أجيه ولا قارسيه يا جسد كيس الحديد اللي وليهلي مرك هسوا عرشك يكوفوا في أنت قالوا سمايو روح لي يوالكا جوغ روح لي سين جسد كيسين حريد بولاي يلا ككل ملائكه عذاب كي بهلكا ايمان اسبو نفتو كو جيرتو ارك وا مركا مركو ليه الهو دبيعل حقي دب لوغ عيل وين دمات وقتي غو سو دماداي وها وين نفتو نبي وكيل عليه الصلاه والسلام التوبه مفتوحه ما لم يغرق توبه وا فرنتاي هدونا قفكا نفتو قريلعدو قبانه مركا مركي قريلعدو قبته وي مركو سيده ليهي الله وحوليه حتى إذا جاء أمرك إيماد أحدهم يتكون الموت قيريد عندما شاءه قال وحوليه ربي ربي ارجعوني إعلي ارجعوني جمع بالله الله ربي ربي ارجعوني إعلي أذيقي ملائكة وي إيوذ إعلي لعلي وحانود وهي أعمال إلى أن عمل فلا صالحا عمل وناكسا فيما تركت وحي أنكتك أن عمل إلى أن عمل فلا وحي إلى أن عمل فلا أنكتك وضع عضاه إلى أن هده عمل فلا صورة قاله ألو يعلي كلا ماي نقول علين ماي إنها كلمة ذاتي كلمة كلمة ويؤه هو يسو قائلها إسكيرهن أنقيم الله سأقوم بإسكيره أكسر بحدك ومن ورائهم ضبط وضن وحاوه كسي السعودان برزق الحجاب إلى يوم وحصورة إلى أنت الله صابحني نفط مركي لقاد الروح آخرا أدونك ما تشوكتو شرابي أكل معنا آخرين ما جوك توقف حسابك إلا ما قاله ميل ألا أوجيه بين نفط الشوكتا برزخ لينا يين نفط الشوكتا ميل ألا أوجيه يين نفط الشوكتا وبرزخ وين دد فربنا وحن أوجيه وحن كنري أولي ذي بري يعني الصالحين تور صالحين تاكو بين أبو رني نود عي وحن كلي يفوح ضاع تصرفي بكلي حقيقة تصرفي برزخ وين بتشوكتا ميل حجابه وين دل عنه وجب حين إلهي نفرد قالينا هذي صالح يعي القاسي الشوكتا روح البرزخ بيت شوكتا ما تصرف بيت الروح وهو بالوي الله وحليه سبحانه وتعالى فإذا نفق مركي لافوفه في السورة السورة لافوفه فلا أصابه إسر نفس الشيقة إيا إسقرابيس بينهم دحضوا ضماها يوميذين مالنتا ولا يتساءلون وحنيس السؤال ما هي مالنتا سورة لافوفه ونفخة الدب مدني مدهور نفخة الفزع وعلى قيابا إنا يددكو إسقرابيسان إيس السؤالان لكن نفخة الدب نفخة البعثة وحقرابيه مجرتوه ونهبلو إيجارجارو إسكو أبتر بينها قلما تاهي مطال بل تروحوا في دوني والدك إنو حق أفو له والدك هو حقها له عرورتي سأو حقها له زوجاني سعاسك سأو حقها له أو إيجا خيرات خوض الله سيو برهبا مالنتها ولا يتساءلون بركة ويسا سؤال يو سأل بعضهم بعضا ويسا سؤال يا وصورة الصفات ويسا سؤال يا مركة قيامة أفر بدل ومركة إيسا سؤال ينيني
wa marka hore ee argagixay dadka la soo saaray way marka dambe waa leeyahay su'aal oo su'aal baa jirto oo hadal baa jiray oo wax walba jiray way marka dambe Allah wuxuu leeyahay faa'iido nu fiqh markii la afuufo fi suuri suurka wa afuufidi bacsiga ahayda dadka la soo saarayay fala asaba isu abtirsi baynum dhaxdooda ma aha in hebelo xageed ka timid iyo wax ma yitaani karta ma taala yoomaydan maalinta wala yitsaaluna isna waydiin ma hayaan maalinta waxa way ruux waliba goonidiisa lakul imriim yawma idin shaanu yuqnihi wa faman saqulat marka qofka cuslaato mawaazin wa ziyalkiisu hasanaatkiisu cuslaadaan fa ulaika kuwaas umul muflihuuna way guuleysteen kitaabkooda midigta laga seen waman khafad markay fududaato mawaazinuhu wa ziyalkoodu oo sayiaadkoodu cuslaado fa ulaika kuwaas alladina kuway khasiru khasaaray anfusum naftoodi bay ku khasaareen fi jahannama jahannama dhaxdeeda yikhaliduna kuwaariyan talfahu waxay leefi soo ololkiiba leefay lamayda talfahu waxa leefi wuduuha mujeelkooda annaru naarta leefi wuxuu miyaguna fi annarta dhaxdeeda kaalixuna kuwa waji foolxu way waji tubay waji tub kama taqaan kuwa waji cabuusa way marka waxa la cabiray wajigi foolximaanay bishimaha kala kici kulxu waxa way labada bishimood oo midna kor u kici midna hoos marka soo ilka cadeynaya wajigi uu foolximaanay bay ka dhigantahay Allah subhanahu wa ta'ala faman khafat mawaazinuhu wuxuu nabi ilaahay maxamed sheegay calayhi salaatu wa salaam ruux baa la soo qaaday markaas labada kafadood dhaxdooda yaa la istaajin xasanaadkiisu markuu uu xaga fiican uu walow qadra habatin baa aaday markuu xasanaadkiisu bato yaa la dhawaaq hebel hebel uu guuleysay dib dambana waa yaan daraan maay kitaabkiisu baa la sii kii kalena markaas halka la soo taagay sayiadkiisu markuu xoog badnaado yaa la dhawaaqi hebel hebel waa yaan daran yahay dib dambana uu guuleysan maay xaqii xaq umay kala kicay way dhamaatay way waa sidaa way maalinta iyada u xeer dhigo faman saqulad maqofkay cuslaato muwaazinuhu wa ziyalkiisu fa ulaayka kuwaas hum iyagu al muflixuuna kuwa guuleysay way falaaxa waxaa la yidhaah qofku wuxuu rabayna inuu helo wuxuu ka baqayna uu ka nabadgalo wama khafad qofkay fududaato muwaazinuhu wa ziyalkiisu fa ulaayka kuwaasi alladiina kuwa yakhsiru khasaaray anfusahum naftoodi bay ku khasaareen raasamaalkoodi bay ku khasaareen raasamaalkoodi barri bixay helaan daayay raasamaalkoodi yay ku khasaareen fi jahannama jahannama dhexdeeda khaaliduuna ku waarayaan talfahu waxaa leefi soo lamayda ololkii baad yaa leefay soo lamayda talfahu waxaa leefi wujuuhan wajilaalkooda annaaru baa leefi wahum iyaguna fiiha naarta dhexdeeda kaalixuuna way waji tubayaanoo bishimahooda iyo wajigooda oo dhan yaa fool xumaan alkulux waxa weeye bishimahood sidaa u kala kacay markaasaa waxaa la dhihi markii xaaladu sidaa u dhacdo qiyaamaha la tago yaa dadkii lala hadlay Allah baa la hadlay subxaanahu wa ta'aala alam takun miyaanay ahayn dad yahuu naartu u waajibtay aayatii aayadahayga tutula calaykum kuwii dushiina lagu aqriyo oo fa kuntum adahaateen tukadibuuna kuwa beenay baha aayadaha qaaluhu waxay dhihi rabbana rabbiga yow galamad waxaa naga qaalib noqoto naga xog badnaata calaynaa dushayna shiqwatuna ayaan daridi wa kunna waxaanu ahayna qowman qoom daalliin oo lusan rabbana rabbiga yow akhrijna naga saar minhaa naarta fayn cudna haddaan ku noqono dalaalkii fayna anagu daalimuna kuwa gardaran oo naftayada dulmiye baan Allah subhanahu wa ta'ala markii qiyaamada la yimaado oo miisaankii halka la soo dhigo oo wax waliba meesho markhaatiyaalkii meeshay yimaadeen buu Allah wuxuu ku dhihi qoladii daaliinta ahayd miyaan aayadahayga liidku dal aqriyo anbiya aan idin soo dirin oo idaan idinku beeninin markaasay dhihi Allah waa run waad noo soo dirtay laakiin ayaan daridiiba meesha la dhigtay waan ayaan daranahay oo qoom daaliin aanu ahayn Allah intaad naarta naga bixiso haddaanu dib dambe ugu noqono waxa weeye anaga daalimeena dib dambe aanu ugu noqono waa lagu kala tagay meesha la tajaru lyoma wali maanta waxba cabanina yaa la yiri falow fuduu la caadu liman huwa an hadii dib loo celiyo wixii laga nahayay bay dib ugu noqon lahaay Allah wuxuu yiri alam takun miyaana ahayn aayati aayadahayga tutula calaykum ku dushiina lagu aqriyo oo fa kuntum adahaydeen tukadibuna kuwa beeniye biha aayadaha qaaluhu waxay dhihi haa way nacam way macna rabbana rabbiga yow aayadaha waan beeninayo qalabad waxaa naga xoog roonaato na kaliftay calayna dusheeda shiqwatuna ayaan daridi wa kunna waxaanu ahayn qowma qowm daalliin oo lusan rabbana rabbiga yow akhrijna naga bixi minha naarta xageeda fayl cudna hadaan ku noqono dalaalkii
فإن أنك ظالمون ظالمون بانهي الله عليه قال الله عليه اخسأوا كفوا قادة فيها نار تدحذيذ ولا تكلموني هاي لهدلنا دبدا بهاي لهدلنا محايا لإنه حالي ثاني كان وحايها ينفريق قيم ومن عبادية الدومهي كماذا يقولون كويلة ربنا ربك يو آمنا وانرمين افغفر لنا النور داف وارحمنا نون حريص وانت أدقو خير الراحمين كون حريص ودن باتكوض خير بدنتاي فاتخذتموه محاتكي لتكوى مؤمنين تاسخريا وحلقوا جهاز جهازو حتى أنسوكم إلى اللوسية ذكري أنيك ذكري قد إيلا حوارين تودي عيبين تودي كم مشقوشين وكنتم محاضة هذين منهم كوى حقوض تضحكون كوى قوصلة الله سبحانه وتعالى اخسأوا اخسأوا أفسو مالك وود سأقول لما إذا ود وي مالك أيها ود لليه فقو بألوش هذا مالك ود بألي دي وي كفو قادة نارتا ونارتا قلا وي كفو قادة نارتا ونارتا قلا دنبقى وحيابها يكون دبدن بها إله لنا مالك أولغا أموسي مالك دبدن بها الليان حالة دو واهين فيها وزفير يشهيق وي زفير يشهيق وحوي مالكو دماركو دب نفسه وعليه مالكو سود دايه شيخ يزفير بالي marka waxyaabaha dambiga ku galeen waxa kamid ho loo sheegay dad adoomahayga kamida oo ducafa ah ama laga tabaroon yahay oo muuminiina yaad ximaarin jirteen oo caayi jirteen oo aad oo ilaahu noo naxariisay dadka yiri yaad bal waxaas waxay hayaan dhawr maxay sheegayaan hadda waa masakiin cuno meesha taale saasadii jirteen ma ilaahi idin ilowsiyeen inaad aanay xusuusataan marka waad ku qosli jirteen Allah subhanahu wa ta'ala inagu waa sida waagii hore waxa la dhigi jiray wadaadada bay waxa la dhigi jiray rag iyo haweenka ka badan hadii wadaadada lagu daro haweenka badan baa la dhigi jiray waagii hore waa yasid la yasay culimada ugu ninka culimadii waa yasid la yasay dadka fiican sida ma ahayn dadba culimadu waxay ogri jireen dad ma shaqeysayaalaho aan waxba ahayn ninkiina dacwad buu u gaayba oo inuu dadka wax gaarsiiyo rabaa oo suuxil qaamay yuu rabaa waa wax tiray way culimada islaamka iyo dadka muuminiinta ah lagu ma qoslo lagu ma jid waa loo taaneeyay waa la jeclaada waa lagu farxaa way innahu xaaliy shaani kaana wuxuu ahaayeen fariiq qayb oo min ibaadiyada doomahayga kamida yaquluna kuwayda rabbana rabbiga yow amanna waan rumaynay ifafir lana noo dhaaf warhamna noo naxariiso wa anta adigu khayrul rahimin kuwa naxariisto dhamaad ka khayr badan tahay fatakhatumuhum kuwa waxaad ka yeelateen oo ka dhigateen sikhriyan wax lagu jeesayso hatta an sawkum ilaahi in lawsiye digi aniga xusuusayday digdigayge ay idin ilawsiye saad iyaga ugu mashquulsanaydeen wa kuntum muhadahaydeen minum xagooda tadhxuuna kuwa ku qoslo ku maadeysa in anigu alayri jazaytuhum waxaan abaal ku abaal mariyay alyoma maanta bisabab ma shay sababti sabaru ay u sabreen oo dibkiina u sabreen annahum iyagu humul faayizuna kuwa guuleysanayeen allah subhanahu wa ta'ala mu'miniinta ad ku jeesayasi jirteen ee ku maadeysan jirteen ee ku qosli jirteen waxaan maanta ku abaal mariyay adkaysiga oo adkayseen dhibaatadiini inii faa'iideeyay ma ka abaal mariyay hadana waa sidaa culimada islaamka waxaa dusha ka saaran oo la rabaa inay dul qaataan hadii la falgaadeeyo iyo hadii wax lagu yiraahdo inay iyagu dul qaataan iyaga jannadii galay kuwa ku falgaadeenaya iyaga fudaysanaya daciifsanayana iyaga naarta galaya way saasi kale in aanigu jazaytuhum maanta waxaan ku abaal mariyay jazaytuhum al-yawma bima sabaru sabr koodi darti ay dibkiina u sabreen annahum iyagu humul faayizuna kuwa guuleysta inay yihiin qaala allah wuxuu ku dhigi kuwa iyaga in naarta ee maasha naartu waajibtay jooga qiyaamada jooga kam labistum inteed ku nagaatay fil ardu ardada dhexdeeda عدد السنين السنادة تيرادون قالوا وحيديه لبسنا ملاها وحان نغاني يوما مالين أو بعض يوم مالين غار كاذي فسأل العادين بالكوة احترية ويدية أنه وابن اللو ديبين بالكوة احترية وحسابة نغاية قانا ويدية قالوا وحو ألا كويري هذا وقوع رندون ألا كو كويري وابحد عاي إلا بسما ألا بسما إذا نغاني إلا قليلا إير موياني لو أنكم إذوكم كنتم أداتي أعلمونك الله wuxuu ku yiri inteed ku nagaateen ardada oo sanado ho tirsan maalin ama badkeed bayna malaha garanba mayne bal dadka tirada yaqaana waydiin markaas uu Alla ku yiri wax yar baad ku nagaateen waana wax inta yareed aad joogteen muddada yare gaaban ya cadaabkan idin dhalsiisay way muddada yareed joogteen marka waxa la rabaa muddada adduunka la joogo inaad ka faa'iideysato oo aad adigu tabacato adduunka mazaratu al-akhirah
beerta aad adduunka beerato yaad aakhara cunay oo goosan way marka adinta yar ee joogteen yaa ciqaabtan aad ku mudateen ka waran baa la leeyahay qaal alla wuxuu ku yiri kam labis tumiteed nagaateen fil ardada adada sirina sanada tirsan qaalu wuxuu yiri labisna waxaan nagaanay yawman maalin oo bacda yawman malaha saas way ifasalil aadiina kuwa tirada yaqaana bal waydiye qaal alla wuxuu ku yiri illa bisuma idaa nagaanin illa qaliilan in yar mooye wax kale ma idaa nagaanin law annakum idinku kuntum hadaatiin ta'lamuna kuwa allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala adduunka usii tababashaysa lugu meeshaasa iman doono alla wajigiisa la iman afa hasibtum ma waxaad umalaysan annama khalaqnaakum inaanu idin abuuri cabasan bilaash inaan waxba idinku waajibiyeelayne wa annakum idinkuna ilayna xaggayaga la turjacuuna inay idan u soo noqonayn masaasi idin la noqoto فتعالى الله الله بأن نزهان الملك أو وحله التصرف الحق وحقه محو كان نزهان يهي إنو بلا شذين أبو ريبو كان نزهان يهي لا إله إلا حق لقو عبدا ماتر إلا هو إساق مويه رب العرش عرشك ربك إسا عرشك الكريم إوينا رب العرش الكريم وعرشك كريم لو سفيه بروح لي سابنا وحانا رب العرش ألا لو إلا فيه سانقاف الدنيا دورنا سانقاف بكيه سموه يكورنا iyo kursigi wuxu dhan bu ka sareeya arshigu samooyinkii ardada diinta la fidiyo la isku daba qabto kursiga loo eego bar yar bay noqonayaan kursiga saasa hadii arshiga loo eegana bar yar buu noqonayaa waa hadii saxiix ah marka rabbul arshi baa leey wa sanqaafka adduunka dhan al-karimi baa leey aad buu qurux badan yahay arshigu Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ma waxay idin la ahayn in bilaash la idin abuuray oo sidaa uu idinku deynayo waxba la idinku waajibaynin baad cibaadada la idin abuuray oo idan maxkamadayada imanaynin Allah uu kan nazaahan yahay inuu wax xikmad aan lahayn inuu Allah abuuro uu kan nazaahan yahay afa hasibtum ma waxaad u malaynayseen annama khalaqnaakum inaanu idin abuuray cabasan bilaash iyo ciyaar ciyaar wa annakum idinkana ilayna xaggayaga la turjacuuna alladii soo celinaynin oo maxkamada la keenayn fata'ala Allah Allah uu ka sarreeya الملك المتصرف كأيسق وحول بلها الحق حقها إنه شيء حكم الله عنه أبور الله وكان زاهيا لا إله إلا حق له عبد ما تشره إلا هو إسق موياني رب العرش عرش ربي يسي ويعرش بي الكريم ونكسر قرح لبنا ومن يدعو مع الله وحالي لا صار دقاي مسألة شرته وين أسكيل على النال رب وين الشرك جهر صبرنا شرك جواح عليه وحول ميديا هاي شركه قرآن شو salax goor mugdi aku socota shaqad intay leedahay quraanshadaas sid meel aad ka filay inuu shirku ka soo galay iska ilaali shirkiga waman yadu qafki bariyo caabida ma allahi allam ciisa ilaahan ilaah aakhara oo kale la burhana xujja uma sugna lahu qafka bihi hadhihi ibadati ibadatan fa inma hisabu hisabtiisu inda rabbihi rabbika aksisa way innahu qafkas أما إنه شأنك ترى إلا يفلح مقوليسان الكافرون قال قفك الله الله أنا هين لعابده وحان الله قفك ألا لعابده وكان إنبضى شيئين شيء عبادة ألا ليه آد كقاري يشو إله بن غنية أفرأيت من اتخذ إله وهواه هو دي دد بإله تاي دد بقرب ميشا تاقين إله تاي دد بقرب ميشا كل سن إله تاي وعباده ألا ليه وحي آد كخاص يشوه إله بو نقنية ولو أدوك إله بي أعضان دهن نبي الله محمد با نمبا أيمن نمبو كير محاد عابده مشرقة بركات سورة ألا نعابده إنتا صوصنا منه وان عابده بو كير ألا نوان عابده إنتا صوصنا منه وان عابده بو كير بركات سورة هذه عدباتك وقفصته قد بارد ياكا قادة يا الله هذه عد وحدونتنا ياكو سينا يا الله وهذا محاد عابد يقول ee isagoo baa bashuurkiisa waanu barakeysan buu inagana dadkeena dad kamid oo saalixiinta bariya hadaa tii roon haa saalixiinta u bari di wax kale isiin ma hayaan waan barakeysan buu ku dhe waa sidaas oo kale oo kaba duwana bari aanu xamar jooga meel masajid weyn oo maulana ku yaalo ahbeen hurdadii igu kaliftay meel hool ah marka niman culimo tobaneya jaad ku cunaya anu halkaas oo kalaan jooga marka ugu yaraan intay ila ahayd ila 7 sheekh bay u yeedheen ku tawasulay aniga hoos waxaan iska waydiyay talo haday helaa waxay rabeen keed ma mid baasiyay ma iska kaashadeen talo waa sidee
aniga iswaydiyo toddoba sheekh ugu yaraan yey bariyeen aniga iswaydiyo markaa halkaas aan anigu joogaayo hurdadiin baa maasi ugu soo kaliftay nima fiican bay ahaayeen iyagu way isla qumaanayeen nimanka marka macnaheedu waxaynu ka wadnaa waxaan allah in hadaa cibaado siiso waa khald way ogow waman yidu qofkii caabudo ma allah lam iisa ilaahan ilaah aakhara oo kale la burhaana hujjo iyo daliilahu masugna bihi bihadihi cibaadati cibaadadan فإنما حسابه حساب تيسونا عند ربه ربك تيسونا ربكم بكلا حساب تمي إنه شأنك جرا وحوي لا يفلح مقبول إستان الكافرون قال هذا وقولوا حاتل النبي الله محمد ربي ربك اغفر ضاف وارحمنا حريصا وأنت خير الراحمين كوانا حريصا ونبات كخير بدنتهي نبي الله محمد مركا غفران ضلب لليه وإلا غفران ويديسو دنب ملح نبي قد دعادي سئي دعاد اللو دعين يصلي قوردني martabadiisii ajrigiisa la sii badinaya hada masjidkan aan fadhino nabi ilaahay maxamed ajri baa uga socda ee adoonimadiisa la muujinayo qof allihiisa u baahan inuu yahay ahad allihiisa u baahan inuu yahay oo isagu aan waxba qabsan karin wax alla siiyo mooyee yalla tusaaleenay inagana fariinta waa in soo gaarsiinay in allah ka qofran dalam waqul waxa tira rabbi rabbiga yow igfir daaf dunuubta warhamna hariiso wa anta adiguna khayrul rahimin kuuna hariiso dhan yaad ka khayr badan tahay wallahi subhanahu